أهلا بكم من جديد. أطلقت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة مادبا مبادرة جديدة بعنوان أنت جوهرة، والتي تستهدف طالبات المدارس في محافظة مادبا من خلال عقد المحاضرات التثقيفية والتوعوية والدورات التدريبية التي تعنى بدعم الفتيات وتمكينهن في المجتمع. نتابع. استكمالا لدور الأسرة والمدرسة، تأتي مبادرة أنت جوهرة التي أطلقتها الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة مادبا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بهدف تحصين الفتيات من السلوكيات المنحرفة والتحرش والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي. انطلقنا في لإكمال المشروع اللي هو تحت عنوان نحو أسرة آمنة. اشتغلنا على الطفل، الآن قاعدين نشتغل على الفئة الأكبر عمرا من 14 إلى 16 اللي هي الصفوف الثامن والتاسع والعاشر. الهدف من هاي المبادرة هو تحصين مشروع من أفكار الشرطة المجتمعية لتحصين الجيل من 14 إلى 16 سنة ضد الجريمة ورفع ثقافته الأمنية والقانونية. هذه المبادرة تسعى لإيجاد جيل صراحة بداية منتمي لوطنه، وجيل أيضا خاصة من الفتيات محصن ضد الجريمة، جيل واعي لنفسه خاصة في ظل هذه الظروف والتي تمر فيها خلينا نقول جميع الفتيات بهذا العمر. برنامج تثقيفي تتخلله محاضرات توعوية يلقيها أصحاب الاختصاص يتم تنفيذه على مدى أسبوع وبواقع ساعتين يوميا، يتبعه اختبارات لمعرفة مدى الاستفادة منه ولمتابعة التغذية الراجعة من قبل الطالبات. تعلمنا تدريب عسكري، بعدين أعطونا جابونا مختصين، كل مثلا أعطونا مثلا جابونا عن رفقاء السوء أمس انتصار حكت لنا وشرحت لنا عنها، جابونا كمان مختصة تحكي لنا عن اللباس وعن الأشياء الدينية، وكمان جابونا مس أمل كانت تعطينا عن الأشياء الصحية، وكمان كثير إحنا استفدنا من هاي المبادرة. هي مبادرة مدتها 5 أيام في 5 محاور، انطلقت 23/2 من مدرسة الفيحاء الثانوية للبنات، يتبعها 12 مدرسة في محافظة مادبا الحبيبة، ونتمنى من الله أن تشمل جميع أنحاء المملكة لأنها هي حماية وتحصين لفتياتنا مما يعود بالأثر والنفع على مجتمعنا الأردني. مبادرة أنت جوهرة ستنفذ في 12 مدرسة موزعة ضمن قصبة مادبا لنشر الوعي الثقافي للفتيات وتحصينهن أمنيا وسلوكيا وثقافيا. ومعنا مدير مديرية التربية والتعليم لمحافظة مادبا طايل النهار. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. خلينا نحكي عن فكرة هاي المبادرة، شو هي الفكرة منها وشو الهدف منها؟ هي مبادرة مجتمعية يعني اختصت في فئة الطالبات، احنا اخذناها كمديرية التربية تخص الطالبات من الصف الثامن، التركيز على الصف الثامن والتاسع، هي الأصل من السادس للسابع، بس الفئة المستهدفة هي الصف الثامن والتاسع لأنه احنا ندخل في مرحلة المراهقة. نعم. وهاي المبادرة هي توعوية من الناحية الاجتماعية، تحصين الفتيات ضد الجرائم الإلكترونية، التنمر، الانحراف، التوعية الدينية من خلال محاضرات متخصصين. نعم. مع الشرطة المجتمعية في مادبا، وهي مبادرة تستهدف المجتمع ككل، هي مقدمة لمبادرات ستكون للشباب الطلاب للمجتمع بشكل عام. نتمنى أنه إحنا يعني الهدف المحافظة على مجتمعنا من خلال هاي المبادرات. تمام. هلا هاي المبادرات كيف يعني كيف عم بيتم تطبيقها على أرض الواقع؟ عم بيكون في محاضرات تثقيفية أسبوعية شهرية؟ كيف هاي في هاي راح تكون في محاضرات الآن أسبوعية. نعم. وراح نتطور إنه راح تكون على مدار العام يعني مستقبلا. نعم. ونستهدف فيها هاي الفئة لأنه هاي الفئة في سن مراهقة، وتوعية هاي الطالبات في هاي السن لتحصين التحصيل العلمي من خلال هاي المبادرات. تمام. هلأ هاي المبادرة طلعت بهذا الوقت لأنه عندنا مشاكل كتير بنقدر نحكي يعني إحنا الآن خلينا نقول الانفتاح الإلكتروني وإحنا يعني خلينا نقول في سن المراهقة تكثر كثير من المشاكل هي تبدي في سن المراهقة. تمام. ما يخص الجرائم الإلكترونية. تمام.
فعشان هيك صار في هاي المبادرة. نعم. هاي المبادرة لغاية اللحظة رح تكون فقط للإناث. للإناث مستقبلاً إحنا الآن نشتغل على من خلال الأنظمة والتعليمات على مجلس الضبط للطلاب، وهاي يعني أدت ثمارها بتخفيف إنه التسرب مجالس الضبط، بتخفيف التنمر، بتخفيف زادت التحصيل العلمي في تربية مادبة من خلال دراسات ميدانية ومن المتخصصين في المديرية. ولكن المشاكل اللي ممكن تصير اللي حضرتك عم تحكي عنها يعني من خلال الموضوع، يعني من خلال المشاكل الإلكترونية أو التنمر الإلكتروني بين الشباب والبنات بسن المراهقة، هو مش بس البنات، هم بنات وشباب، فليه ما كانت المبادرة بنفس الوقت في موجودة للفتيات وموجودة للشباب؟ لأنه كمان هم يعني لهم دور بهذا الموضوع، الفتاة لحالها ما بتأذي حالها إلكترونيا، صح ولا لا؟ هو 100%، بس إحنا الآن أخذنا الجانب ما يخص الفتاة، لأنه قد تكون الفتاة هي المستهدفة بالدرجة الأولى. تمام. يعني إحنا الآن مستمرين في مبادرات مجتمعية، راح يكون للشباب مبادرات مماثلة لهذه المبادرة وتوعية الأهل والمجتمع. نعم. فإحنا إن شاء الله يعني المسيرة يعني مستمرة، وإحنا نعمل يعني كمجتمع. نعم. يعني لا يعني لا نفصل الفتاة عن المجتمع. بالضبط. وما بدنا نفصل كمان الشباب عن مجتمعهم. فإحنا بدينا يعني كبادرة يعني مبادرة جديدة في بلدنا الحبيب تخص الفتيات، وإحنا الآن هاي المبادرة راح تتطور. مين اللي بيعطي يعني هاي المحاضرات التثقيفية؟ هم يعني التثقيفية في متخصصين من رجال الأمن العام، يعني شاكرين لمديرية شرطة مادبة. نعم. ولزملائي بالمديرية، ولتعاوننا مع خلينا نقول رجال دين وناس أساتذة من الجامعات، وراح الآن ندرس تطوير هاي الفكرة، وعم نحكي للفتيات عن المشاكل اللي أصلا بتصير، بتصير كمان عشان يعني شو لو حصل معك هالمشكلة شو تعملي، وشو أنت ممكن أنت لمين تلجئي كمان. نعم. يعني حتى ما تتطور المشكلة. نعم. وأنه أنت إذا أخطيتي يعني إذا كان في خطأ أنه هذا الخطأ ممكن يكون يعني أدي إلى جريمة أكبر. نعم. لأنه يعني الفتاة بهذا السن بتكون عندها خوف زائد، لأنها ما عندهاش مساند لحل المشكلة. هي عندها مساندين بس هم يعتقدوا بفترة مراهقة يعني بأنه ما عندهم مساندين. بالضبط. طب بما أنه حضرتك بالتربية والتعليم، هلأ بحال لا سمح الله صار في مثل هيك مشاكل إلكترونية بين شباب وصبايا مثلا، عم نحكي إذا بدنا نحكي بالمدارس العادية أو حتى المدارس المختلطة، شو يعني شو دور المدرسة؟ إيش المدرسة ممكن تعمل، خاصة إنه إحنا عم نحكي عن أشخاص أعمارهم تحت ال 18 عام، شو كيف المدرسة بتقدر تتعامل مع هاي المشاكل؟ إحنا أولا في عنا مرشد تربوي. نعم. وهو مؤتمن على أسرار الفئة المستهدفة هاي، وما راح تطلع هاي الأسرار، وهم مساندين للفتاة أو للشاب بهذا العمر. وإذا ما استطاع المرشد في إدارة المدرسة وفي مديرية التربية، إحنا نتواصل مع ذوي الاختصاص من الأمن العام بطريقة سرية بحيث أنه ما ينأذى أي طرف، ونحاول أنه ما تصل الأمور يعني تتطور لمرحلة الجريمة. نعم. وإحنا بلدنا يعني أنا متأكد أنه إحنا بلدنا آمن، هي سلوكيات لا تحصل آمن ولكن لا يخلو هو يعني كمجتمع إحنا. نعم. نحكي مجتمع الآن آمن وصار عنده ثقافة. نعم. لأنه الآن التكنولوجيا صارت يعني لها مفهوم صحيح عكس البدايات اللي كانت تمارس فيها، لأنها يعني من الجرائم اللي حصلت الناس أخذت دروس استفادت منها. نعم. طب نحكي بس عن مجلس الضبط بالمدارس. إحنا في مادبة عندنا مجلس الضبط تفعل، وهذا يعني حد كثير من التنمر بالدرجة الأولى عند الشباب. شو هو بالضبط؟ مجلس الضبط. مجلس الضبط شو بيصير فيه بالضبط؟ في أي مخالفة يرتكبها الطالب يعني إنذار أول، إنذار ثاني، النقل داخل المديرية أو خارج المديرية. نعم. بهاي الحالة ولي الأمر بيكون على علم عن ما يحدث داخل المدرسة من سلوكيات الطالب، وإنه الطالب انتقل نقل تأديبي. بحال نعم. نقل الطالب الآن تصبح العقاب لولي الأمر مش للطالب، لأنه في تكلفة مالية لما تنقليه من مكان آمن، ونفسيا لما تنقليه من مكان آمن إلى مكان هو يعتقد أنه غير آمن. هذه السلوكيات حدت من التسرب، ارتفاع التحصيل العلمي،
الأمان داخل المدرسة، الانضباط المدرسي، صار في رادع نوعا ما للطلاب. يعني هذا شيء يعني بيشهد فيه الأمن العام إنه الطلاب ما عاد يسربوا خارج المدارس، لأنه يعني صار الانضباط بشكل عام، زائد إنه خف التنمر، ما بنقول الجريمة، خف التنمر بالشارع. نعم، نشكرك إذا مدير التربية والتعليم لمحافظة مادبة طايل النهار، شكرا كثير لحضرتك. شكرا لك، وأنا بدي أشكر زملائي منال حوت وغالب الشوابكة وقسم النشاطات والملازم أول هايل الدروبي ومدير شرطة مادبة، وشكرا لقناة المملكة اللي أتاحت لنا وتابعت هاي المبادرة على أرض الواقع، ونتمنى أن يكون في مبادرات لاحقة مجتمعية. شكرا كثير لحضرتك. شكرا لك.